أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم استوديو الرياضة. هذا البرنامج اللي يطلع عليكم يوميا من الأحد ليوم الخميس عند 11:30 صباحا ولمدة ساعة كاملة. بداية قبل أن أبدأ معاكم فقرات برنامجنا أصبح على زميلي غريب. صباح الخير، صباح الأحد والنشاط والهمة والحيوية. صباح الخير خالد، أصبح عليك وأصبح أيضا على السادة المشاهدين. مثل ما تفضلت، صباح الهمة والنشاط مرتبط يوم الأحد بالعديد من المباريات في جميع الدوريات وأهمها الدوري الإنجليزي. كن أيضا بهذا البرنامج تعودنا بأن يكون معنا ضيوف كثر، منهم أبطال على المستوى المحلي ومنهم أيضا على المستوى الخارجي، أيضا تحليلنا للمباريات وللمسابقات. الدوري الإنجليزي بالأمس كان ممكن يكون هناك فيه يعني فرصة للبعض بالاستمرار بأن يكون له حظوظ في المركز الرابع التأهل للأبطال، لأن تشيلسي يعني سجل هدف ثالث وألغي. وهناك أيضا قبل الهوى تقول لي في مباريات يعني اليوم قوية. صحيح غريب، يمكن من إثارة الدوري الإنجليزي بالأمس شهدنا أكثر مباراة يمكن أهمها ليفربول وويست هام، للأسف الشديد نهاية مدرب شجاع كلوب. بالأمس يعني ثبت رسميا 99%، خلينا نقول 9 من 10، ما عاد له أمل بالدوري بعد التعادل مع ويست هام في المباراة المثيرة والجدل اللي دار ما بينه وبين محمد صلاح على خط الملعب. نعم، واللي شفناه امس محمد صلاح للامانه، محمد صلاح نحبه ونقدره ونجله وايضا لاعب كبير ومحترف كبير، لكن ما بدر منه بالامس. ما كان مفروض يكون اللاعب محترف بهذا خلينا نقول بهذا المقياس اللي اصبح عليه محمد صلاح. نعم، يعني يتجادل مع مدرب كلوب اصبح صفر هذا الموسم، خارج الحسابات كلها، مقادر خال الوفاض مثل ما نقول. نهاية مدرب شجاع. أنا نعم، بالنسبة لي كلوب من أفضل المدربين اللي في العالم، وأن يحرز فقط بطلتين مع ليفربول. نعم، فهذا بحد ذاته ظلم بحق صحيح كلوب. كنت تكلمت خالد أيضا فيما يخص محمد صلاح، أنا أشوف أن ما حصل بين محمد صلاح ويورغن كلوب نقول نكران الجميل. بالنسبة لي أنا أشوفها كذي، محمد صلاح هو نجم برز في أندية أخرى، ولكن بروز الحقيقي مع ليفربول وبقيادة يورغن كلوب اللي استدعى محمد صلاح في انتقال إلى ليفربول هو الأكبر أو الأغلى بالنسبة لمحمد صلاح، وأيضا يستلم راتب هو الأعلى في ليفربول في تاريخ ليفربول. كل محمد صلاح هو من هناك ما يسمى يعني رد الدين، أو ما يسمى خلاص هو لم يتبقى إلا 3 مباريات 4 مباريات، يفترض أن يكون هناك ما يظهر أكثر واحد دافع عنه. ترى كلوب للأمانة أكثر لاعب تم الدفاع عنه من قبل المدرب كلوب هو محمد صلاح. نعم، يعني كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله، يعني صحيح. كل هالحكايات، كل هالسنوات اللي مرت، كل هالدفاع، نعم، أن تنتهي بقمضة عين، تنتهي بلقطة غير احترافية، ومحمد صلاح هنا في المنطقة العربية يعتبر قدوة. نعم، يعني يخرج منه هذا الفعل أمام الملأ أمام الجماهير للأمانة نقطة أنا أعتبرها سوداء في تاريخ محمد صلاح. لكن شو نقول، هذا كرة القدم، وهارد لك لجماهير ليفربول العريق. نعم، حاليا أصبح التنافس ما بين سيتي وأرسنال، واليوم عندنا مباراة مهمة جدا غريب ما بين توتنهام وأرسنال. أيضا يمكن ما ذكر كابتن زميلي خالد فيما يخص محمد صلاح، يبدو أن محمد صلاح أيضا علاقته بليفربول شارفت عن نهاية، الظاهر نشوفها بالأسود والأصفر أو الذهبي مثل ما يحبونه، ملاعبنا هذا الأقرب أن نشوفه. أرسنال توتنهام يمكن صدمتني بأن توتنهام متأخر بثلاث لعبات. صحيح، يعني وهو يعني ممكن أن يكون له حظوظ أنه أيضا ينافس على المقاعد الأولى أو المركز الأول فيما لو تعثر السيتي اللي لن ولن يتعثر. خالد يمكن شارفنا على بداية البرنامج، خلينا نطلع مع السادة المشاهدين إلى فقرة ترند وأهم وأبرز الأخبار الرياضية التي تأتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حقق شباب الأزرق للسباحة ميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين في انطلاق منافسات السباحة بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب. حصل شباب الأزرق للقوس والسهم على الميدالية البرونزية في منافسات الفرق للقوس المحدب ضمن دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب. حقق منتخب الكويت لكرة الطاولة للشابات ميداليتين فضيتين ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب اللي تستضيفها الإمارات.
حقق أبطال الكاراتيه 3 ذهبيات في بداية منافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب. توج الشباب الأزرق لكرة اليد بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب بعد الفوز على المنتخب الإمارات بنتيجة 33-20 في ختام منافسات كرة اليد. أزرق الطائرة يحصد برونزية دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب. عودة لكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام بعد ما شاهدنا معكم هذا التقرير لفقرة ترند، ويسرنا نرحب ضيفنا من داخل الاستديو الصحفي الرياضي الكابتن يحيى حميدان. حياك الله كابتن، الساعة المباركة. الله يحييك أخوي خالد، ساعتك أبرك، سعيد أن نكون معك في هذا البرنامج وإن شاء الله نضيف شيء لمشاهدي كويت سبورت. دائما إضافة مميزة أكيد كابتن. عموما خلينا نتكلم بداية عن شباب الأزرق للسباحة اللي حقق ميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين في انطلاق منافسات السباحة بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب. ما شاء الله إنجاز يذكر للشباب الأبطال. إنجاز يذكر نفس ما قلت، والنتائج كانت طيبة يعني في الحصيلة، عدد الميداليات كانت ممتازة بالنسبة لنا. نشوف في أسماء يعني ما شاء الله جديدة أول مرة ممكن نسمع فيها على المستوى الخارجي. يعني نشوف مثل نتائج حمد الغيث الذهبية 800 متر حرة، سباحة صبا سلطان برونزية 800 متر حرة، حسن الشكراني برونزية 800 متر حرة. المجمل كان جدا ممتاز، 3 ذهبيات فضيتين برونزيتين. اشوف ان شاء الله في اسماء جديده للمستقبل من السباحين في هذه اللعبه. قاعد نشوف في يعني نوعا ما ان شاء الله المستقبل يكون مميز. نشوف في عدد يعني لو تتابع عدد السباحين اللي حققوا مراكز طيبه تشوف ما شاء الله في تنوع في الاسماء، في عدد كبير من الاسماء. ما شاء الله حتى كابتن دائما بالالعاب الفرديه احنا مميزين، دائما متواجدين ما شاء الله. صح، والسباحه من الالعاب المميزه بصراحه، يعني نعتبر متسيدين الخليج، لكن في البطوله هذه لا، في تفوق اعتقد من قطر، من بعض الدول مثل الامارات، في تفوق نسبي في هذه البطوله بالتحديد. اما في السابق لا، كان يعني السبب العدد كابتن المشاركين اكثر مثلا خلينا نقول، ام يعني صح اشوف العدد اكثر. ولا تنسى انه كان الاعداد ما هو بالصوره المأموله، لا تنسى مدارس وظروف الدراسيه بالنسبه للاعبين، ما كان في معسكرات قبل البطوله، فكان يعني اغلب اللاعبين او المشاركين كان فقط استعداد داخلي في الكويت، فما كان في فرصه تدري امتحانات وظروف دراسيه. فقياسا على هذه الظروف انا اعتبرها يعني نتيجه جدا ممتازه، المشاركه مهمه لهذه الاسماء، حتى اللي ما حقق شيء انا اعتقد للمستقبل ان شاء الله تكون له فرصه اكبر في السباحه. انا دائما نهتم ان تشارك باكبر عدد ممكن من دائما متواجدين ابطالنا الامانه في الالعاب الفرديه، نحييهم بكل امانه. ايضا حصل شباب الازرق للقوس السهم على الميداليه البرونزيه في منافسات الفرق للقوس المحدب ضمن دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب. هذه يعني ما شاء الله يعني من الاسم فيها خلينا نقول مهارة عالية جدا. صح كبتن. صح، وفريق ما شاء الله مميز وحقق الثالث، شيء أنا أعتقد جدا مميز. هذه أول مشاركة يعني خارجية لمنتخب هذه الفئة العمرية في القوس المحدب، شارك 51 لاعب في المنافسات في المجمل. نتيجة الكويت كانت أنا أعتقد جدا ممتازة، تحقق الثالث في نوعا ما في منتخبات أفضل، وكان إعدادهم أفضل مثل الإمارات، كان في معسكر داخلي أسبوع قبل البطولة. أما يعني لاعبيننا لا، توجهوا نفس ما قلنا للمشاركة على طول. أنا أعتقد هذه المشاركة وهذه النتائج تعطي إن شاء الله تفاؤل كبير في المستقبل، من ناحية زيادة الخبرة، الاحتكاك، نفس ما قلت أنا أول مشاركة لي هذا المنتخب، في فرصة أيضا لزيادة الغلة إن شاء الله في المنافسات مستمرة اليوم، وإن شاء الله نتوقع يعني ميداليات أكثر في هذه اللعبة اللي نوعا ما يمكن ما عندنا نتائج فيها. ما في إقبال كبير عليها اللعبة، صح فيها صح صعوبة، تحتاج أيضا تقول مهارات معينة، تدريب معين، أدوات. صح غالية نوعا ما حتى كل الشباب، حتى اللعبة يعني ما هي معروفة، حتى اعتقد عدد يعني الرياضيين فيها قليل جدا. يعني نذكر مثل الثلاثي اللي حقق سلمان الديحاني وانس الشطي وعبد العزيز الحربي، لابد ان نذكرهم، حققوا برونزية الفرق في تحت 18 سنة في القوس المحدب. نفس ما قلت اول مشاركة، الثالث امر ايجابي، ان شاء الله المستقبل افضل لهم. يستاهلون اكيد الشكر. ايضا حقق منتخب الكويت لكرة الطاولة للشابات ميداليتين فضيتين منذ منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب واللي تستضيفها الإمارات. كابتن نتكلم أيضا عن هذا الإنجاز لشاباتنا البطلات.
انا اعتقد يعني لعبه الطاوله بالتحديد عودتنا على النتائج المميزه ودائما نحقق اشياء كبيره حتى على المستوى الاسيوي المستوى العربي. نتائجنا ممتازه يعني على المستوى في البطولات الخارجيه يعني نشوف في اسماء يعني جديده في هذه البطوله. ممكن انا اعتقد اول مشاركه لبعض الاسماء وتحقق هذه النتائج انا اشوف انه شيء زين. نتوقع ان شاء الله نتائج اكبر. في تفوق نسبي من بعض مثل المنتخبات الثانيه قاعد نشوف في استعداد اكبر عدد مشاركه اكبر. بشكل عام يعني لعبه كره الطاوله انا اعتقد توقعت شيء اكثر من هذا يعني بصراحه. توقعت شيء اكبر من لعبه الطاوله. توقعت ذهبيات. توقعت نتائج افضل. لكن يعني فضيتين انا اعتقد امر ايجابي ومن نفس اللاعبتين يعني ريان العيدان ومريم الحلواجي. فشوف ان الامر ان شاء الله يعني احنا ما نبي مثلا نقول ليش مو ذهبيه بس ان شاء الله في المستقبل يكون يعني افضل بالنسبه لهم. وهذه البطوله بصراحه بالتحديد انا اعتقد مفيده للجميع لجميع الدول الخليجيه. راح تعطي تقف على حد معين من المستوى كابتن لما تكون مشاركه خليجيه بطوله ايضا فيها من يعني الكثير من الابطال والمنافسات ممكن خلينا نقول يصير فيها التنافس واضح اكثر معانا بالنسبه لوين رايح المستوى. صحيح. والعدد كبير يعني 3500 رياضي في البطوله فعدد مو سهل. 24 لعبه عدد كبير جدا. على يعني كم يوم كابتن تنتهي تاريخ 2/5 2/5 يعني خلاص يعني على يعني تقريبا 15 يوم المجمل يعني امس كان اليوم ال11 تنتهي يعني تقريبا يوم الاربعاء تكون خلاص تاريخ 2/5 2 مايو تنتهي. في العاب بعد ما بلشت ان شاء الله نتوقع الشيء الكبير مثل المبارزه ان شاء الله نعول عليهم شيء كبير. عندنا ابطال في المبارزه. بخصوص الطاوله في بعض الاسماء يعني الكثيره الاسماء اللي شفتها اول مره تشارك خارجيا فنتمنى يعني زياده الاحتكاك يكون مفيد بالنسبه لهم. جميل. ايضا حقق ابطال الكاراتيه 3 ذهبيات في بدايه منافسات الكاراتيه بدوره الالعاب الخليجيه الاولى للشباب. 3 ميداليات يعني ما شاء الله رقم كبير كابتن. 3 ذهبيات شيء مميز. 10 ميداليات في المجمل يعني 3 ذهبيات فضية و6 برونزيات في اليوم الأول من منافسات الكاراتيه يعني على مستوى الشباب والبنات. فكانت النتيجة جدا ممتازة. والكاراتيه بصراحة يعني عودونا ما شاء الله عندنا أبطال. صحيح. أسامي من الدول اللي منافسة معنا كابتن اللي دائما الكاراتيه يعني الإمارات اللي اكتسحوا في هذه البطولة بالتحديد. يعني الكويت كانت هي يعني قبل متسيدة لكن الإمارات في هذه البطولة في اليوم الأول 5 ذهبيات. الأمر يعني جدا ممتاز. حتى في يعني نشوف التصريحات أو يعني التواصل مع البطولة نشوف أن المنافسة كانت عالية جدا حتى بشهادة الإماراتيين بين الكويت والإمارات. يعني الإمارات الأمانة قاعد أتابعهم كابتن يعني دائما استضافتهم دائما لبطولات الكاراتيه في شتى الفئات إن كانت شباب حتى كبار دائما على مستوى على مدار العام يعني. صحيح. مشاركات هذا أعطاهم احتكاك أكثر خلينا نقول خبرة أكثر لرفع المستوى. عدد اللاعبين المشاركين أكبر استعدادهم أفضل. أخوي خالد حتى بشهادة الإماراتيين يعني إعداد مثل اللاعبين الكاراتيه الكويتيين ما كان عالي جدا يعني ما في معسكر قبل البطوله. هذه نقطه مهمه. فمع هذا تشوف انه اشاده كبيره من جانب الاماراتيين بمستوى لاعبين الكاراتيه الكويتيين. الحصيله انا اعتقد جدا ممتازه. 10 ميداليات في اليوم الاول ان شاء الله الفرصه راح تكون اكبر ان شاء الله. يعني المركز الثاني بعد الامارات احنا حاليا بعد اليوم الاول. اليوم الختامي اعتقد اليوم يبين يعني انا حتى الاماراتيين اللي يعني حسب متابعتي انه متخوفين انه ممكن يفقدون الصداره من جانب الكويت لان في بعد العاب ما شاركوا. هذا اللي نتمناه ان شاء الله كلنا ثقه بابطالنا الشباب في لعبه الكاراتيه. ايضا توج شباب الازرق لكره اليد بالميداليه الفضيه في دوره الالعاب الخليجيه الاولى للشباب بعد الفوز على منتخب الامارات بنتيجه 33-20 في ختام منافسات كره اليد. يعني على البلد المضيف وتفوز بهذا الفارق يعني. صح. ما شاء الله نهنيهم الابطال. نهنيهم بعد اكثر لان المنتخب كره اليد يلعب مرحله عمريه اقل من المشاركين. هذا منتخب الناشئين اللي مشاركين منتخبات الخليج للشباب. تحقق المركز الثاني اعتقد شيء كبير بالنسبه لهذا المنتخب. يعني مثل ما قلت متفوقين من ناحيه العمر فبالتاكيد شيء مميز. فاز منتخب كره اليد في كل المباريات باستثناء مباراه السعوديه خساره وحيده. الشيء المميز في هذا المنتخب انه من الصيف الماضي تقريبا سنه كامله هو يعني تجمعات دائمه معسكرات داخليه معسكرات خارجيه. لعب اكثر من مباراه دوليه وديه. في استحقاق مهم لهذا المنتخب في شهر 8 كاس اسيا بطوله مؤهله لكاس العالم. نشوف ان شاء الله. انا اعتقد يعني المنتخبين يعني منتخب الشباب لكره اليد منتخب الناشئين شارك في هذه البطوله الالعاب الخليجيه بسبب مشاركه الشباب في البطوله العربيه في نفس الوقت. فنشوف في منتخبين مشاركين في بطولات خارجيه فنعتقد هذا
الشيء مميز. في اقبال على اللعبه كابتن؟ طبعا طبعا في اقبال، وفي بصراحه يعني حسب متابعتي في مستويات جدا يعني لاعبين خامات جدا ممتازه في الناشئين اللي في الالعاب الخليجيه، في اكثر من اسم عجبني بصراحه. في على مستوى الشباب اللي في البطوله العربيه، البطوله العربيه اللي يعني نخبه المنتخبات العربيه ونتائجهم ايضا مميزه، فانا اشوف ان المستقبل جدا مميز، مستقبل جدا رائع. وهذا اللي اتمنى. كل الشكر الصحفي الرياضي يحيى حميد، يعطيك العافيه. شكرا لك. اشكر اخي خالد، سعيد انك انت معك. أعزائي المشاهدين، نلتقي معكم الآن إلى الفترة الدينية وصلاة الظهر. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد أن توقفنا للفترة الدينية لاستكمال برنامجنا استوديو الرياضة. ودائما ما تعودنا أيضا في برنامج استوديو الرياضة أن يكون هناك لنا أيضا أبطال نرحب فيهم في برنامج استوديو الرياضة، ويكون لهم أيضا حظوة في هذا البرنامج من أجل استمرارهم في الإنجاز. ولكن قبل لا نرحب في ضيفنا ونعرفكم فيه، خلينا نشوف هذا التقرير اللي راح يعرفنا في ضيفنا أكثر. أحرز اللاعب سليمان قبزرد على المركز الأول لبطولة ند الشبال البادل التي أقيمت في دبي في شهر أبريل، حيث اقتنص اللاعب سليمان قبزرد في العديد من البطولات على المركز الأول، ومنها بطولة أولى بادل التي أقيمت في المنامة في شهر أبريل، وبطولة بادل إن التي أقيمت محلياً في الكويت، وأيضاً بطولة بادل إن التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة. حصد قبازرد على العديد من الميداليات الذهبية محلياً وخارجياً. تعرفنا معكم أعزائنا المشاهدين من خلال هذا التقرير على ضيفنا والبطل في استديو رياضة اليوم الكابتن سليمان هاشم قبازرد. بالبداية نقول لك مبروك حصولك على المركز الأول، ونقول لك نورتنا في برنامج استديو رياضة. نورك كابتن سليمان. دائما أنا ترى شوف السؤال اللي دائما يشيل الرهبة الضيف عندي البداية، كل واحد عنده قصة في البداية شلون راح حق اللعبة اللي صار فيها بطل. خلنا نتكلم سليمان عن شلون رحت حق لعبة البادل على الرغم أنها لعبة جديدة دائما الشباب بالألعاب الجماعية وتحديدا كرة القدم. كنت أنا ألعب كرة قدم بالبداية، وجربت ألعب بادل يعني وناسة، كان مو أنه بيتمرن وألعب وأخليها صج يعني لعبتي. بلشت ألعب لعب على لعب، صرت استانس كل ما ألعب أكثر، وصارت خلاص هذه رياضتي. بلشت اتمرن، بلشت ادش بطولات، والحمد لله بعد وقت عن وقت قمت اخذ بطولات اكثر، قمت اوصل لمراكز احسن البطولات. ممتاز. خلينا نتكلم في البدايه عن يعني الصعوبات اللي واجهتك في لعبه البادل. هل كنت تحس فيها صعوبه؟ عاده يكون مثلا لاعب التنس او لاعب الاسكواش وهو اللي عارف حق لعبه البادل لان كل الالعاب هذه مضرب فيها، لكن اللي يكون كره قدم شوي يكون عليه غريب الموضوع. خلينا نتكلم عن الصعوبات اللي واجهتك في البدايه. طبيعي يكون في صعوبات لان لاعب تنس او لاعب سكواش يكون ايده زينه مع المضرب مجرب يلعب. انا كنت لاعب كره فاللعب كله بريلي مو بايدي، بس انا اشوف هذا هو اللي اعطاني الافضل يعني الادفانتج. ليش؟ لان ما عندي تكنيكات خاطئه، تكنيك سكواش او تكنيك تنس، فتعلمت من الصفر البادل صح، وصار يعني مثل لعبي تقريبا 100% بادل الحمد لله بدون تكنيكات خطأ. أنا دائماً حتى الحب للعبة يكون له يعني دور، شلون صار الواحد يحب اللعبة. ساعات مثلاً في واحد على طول من ربعه يكون مثلاً يلعبها، أحد من أهله يلعبها، صار تحدي، شفت إنه مثلاً في أمور صارت مثلاً خلتك تحب اللعبة. خلنا نعرف شلون حبيت اللعبة. والله اللعبة ما تعتمد على القوة مثلاً، تعتمد على الذكاء أكثر. نعم. تعتمد على انت شلون تتكلم مع اللي معاك. نعم. لازم مثلا انت الحين هذه اللعبه ما تعتبر فرديه، انت تدز الكره بالملعب ماكو باصات وكذي، بس نعم. شلون تتفاهم مع صاحبك، شلون تمشون على تكتيك، شلون بعد النقطه تشجعه، شلون هو يكون مثلا هذا الوقت هو
نازل مثلا نفسيا انت شلون ترد اللعب وكذي يعني. ومثلا لازم يكون تركيز مو بس بلياقتك، اللياقه لازم تكون ذهنيه مو بس جسديه. نعم. اذا انا افهم من كلامك ان حبك للعبه جاء من خلال ان اللعبه فيها نقول مجهود ذهني، فيها تفكير، وظهر انت الامور اللي فيها تفكير والامور اللي فيها ذكاء قاعد تميل لها اكثر. خلينا نتكلم عن يعني معسكرات، دائما ما يكون حتى للمعسكرات يعني سواء خارج الكويت او داخل الكويت لها دور قبل اي بطوله. كلمنا عن تجربتك مع المعسكرات اذا كانت موجوده، خصوصا اذا كانت خارج الكويت. في معسكرات داخل الكويت، ماكو معسكرات باسم المعسكر اللي مثلا انت لازم تنام بهالعزه، لازم تقوم بهالعزه، لازم تمرين هالعزه او لا. يصير مثلا شلون عندك تمرين كل يوم. نعم. الساعه 4 لازم انضباط، لازم التزام جد بالتمرين. بس ما عندنا سالفه اللي لازم تنام مع اللاعبين الباجي وتقوم، هذا داخل الكويت. اما خارج الكويت في يصير معسكرات، بس انا للحين ما صارت لي فرصه ان اروح معسكرات خارج الكويت. بس ان شاء الله هالصيف ان شاء الله راح اروح معسكر خارج الكويت. ممتاز. خلينا نتكلم عن يعني قبل لا نتكلم عن اول بطوله شاركت فيها، ايش كثر مهم موضوع نقول اكسسوارات اللاعب ك الحذاء عزك الله، ايضا مثلا اللبس اللي يلبسه عشان مثلا الجيم مثلا يكون شيء يكون خفيف على اللاعب، المضرب اللي هو نشوف انواع واشكال للمضارب، كلم ايش كثر اهميه هذه الامور خاصه المضرب. لازم الواحد يلعب مضرب طبعا الخاص باللعبه. نعم. ما يصير يدش ملعب تنس مضرب تنس ولا مضرب سكواش، لان مضرب التنس يصير فيه الحديد بالخيوط. نعم. يدز الكره وايد اقوى، يصير. نعم. ما عندك تحكم بالملعب بالكره وكذي. وهذه اهم الاشياء، ان المضارب لازم تكون معينه مثلا وزن معين وكذي، هذه اهم الاشياء برياضه القدم. ممتاز. خلينا نتكلم عن البطولات، دائما الانجاز هو اللي يخلي اللاعب يستمر وانه يبدا يعني يشد حيله في التمرين ويبدا يحب اللعبه ايضا زياده. خلينا نتكلم عن اول بطوله شاركت فيها سليمان. اول بطوله كنت قاعد العب لعب طبيعي، انا حجز مع ربعي. نعم. شافني مدرب. نعم. قال لي انت ما شاء الله مستواك زين، ليش ما تدش بطوله يمكن تحقق مركز. نعم. فدشيت البطوله، لعبنا، فزت المباراه الاولى لين ما وصلت نص النهائي، وما توفقنا نص النهائي، خسرنا المباراه، بس تعلمت منها دروس وخلتني اكمل واتمرن واصير لاعب افضل. يحضرك اسم المدرب، لان هذا هو اللي يعني نشكره بانه كان له دور انه سحبك للعبه كجانب نقول في تدريب وفي بطولات. مدربين، انا دربت عند وايد مدربين. نعم. من اللي تحس انه له الفضل اللي بدا يعني يطور بمستواك ولا الكل؟ اثنين. نعم. ثلاثة. نعم. اللي الحين يدربني اسمه خافي مارتينيز. نعم. واللي كانوا يدربوني اسمه أنتونيو إسكولار. نعم. وأليكس هرنانديز. هذه كلها اسماء انجليزية، هل هم ينتمون لجنسية واحدة؟ هم الأشهر. أنا بالأشهر في اللعبة. هم كلهم اسبانيين. اللعبة. نعم. يعني جاية من اسبانيا، هي. نعم. اقوى دولة. نعم. كان من ناحية الاهتمام اللاعبين وابرز اللاعبين بالعالم اسبانيين. اها ممتاز. تكلم عن ايضا يمكن دائما يمكن قاعدين نستفيد من سليمان بان منهم ابطال اللعبه، ايضا دائما لكل لعبه لها ابطال ولها يعني نقول دول معينه يبرز فيها ابطال ومدربين، فلذلك يمكن ناخذ هذه المعلومه من سليمان ان اليوم الاسبان لهم الدور في مجال التدريب وايضا في بروز هذه اللعبه اللي غزت نقول العالم وايضا جت لمنطقه الخليج واصبحنا نشوف ملاعب عديده. خلينا نتكلم عن البطولات الخارجيه والمحلية اللي شاركت فيها وأخذت فيها مراكز، خلنا نبدأ مع المحلية، شنو البطولات اللي شاركت فيها وقدرت تأخذ فيها مراكز؟ أنا الحمد لله البطولات اللي أخذتها. نعم. خارجية وداخلية بشكل. نعم. عام كلهم 12 بطولة ما شاء الله، 6 منهم داخل الكويت وستة منهم خارج الكويت. أبرز البطولات اللي فزت فيها داخل الكويت كانت بطولة بادلن، فزت. نعم. فيها مرتين بادلن الكويت، فزت. نعم. فيها مرتين، وبطولة فندق الريجنسي. نعم. فزت فيها الحمد لله المركز الأول. نعم. وأبرز البطولات اللي كانت خارج الكويت كانت بطولة بادلين الدوحة. نعم. فزت فيها الحمد لله مرتين. نعم. بادلين الرياض فزت فيها الحمد لله هم مرتين. نعم. وبطولة ند الشباب الإمارات فزت فيها الحمد لله. نعم. وكانت هذه مميزة لأن كانت أول بطولة لي بالإمارات. نعم. وبطولة أولا بادل في البحرين. نعم. هذه يمكن أبرز بطولة، لأن هذه البطولة اللي انتقلت من الفئة العمريه اللي هي مثلا تحت 16 اللي انا العبها، لعبت مع اللاعبين اللي في مفتوحه. نعم. لاعبين كبار والحمد لله فزت البطوله.
دام انك قلت اللاعبين الكبار وهذه صور ما شاء الله قاعد تطلع اللي يعني البطولات اللي قاعد تشارك فيها، خلينا نتكلم تاثير الجمهور اختلاف الملاعب لها دور، خلينا نتكلم عن اختلاف الملاعب وتاثير الجمهور. وايد لها دور، وايد يفرق باللعب. نعم. مثلا انا اسلوب لعبي يمشي اكثر مع الملعب البطيء، في ملعب بطيء في ملعب سريع، الملعب السريع اللاعبين اللي يلعبون سماش يكبسون الكره. نعم. يكون لهم ادفانتج بهذا الملعب لان الكره تروح بسرعه. نعم. يمديها ترتد. انا طريقه لعبي اكثر بالمخ، العب على الزوايا، العب على دفاع، العب كذي، فالملعب البطيء يساعدني اكثر. والجمهور هو الجمهور ياثر بشكل كبير على اللاعبين، بس انا الحمد لله ما اتاثر بالجمهور. نعم. لان اذا فكرت بهذه الاشياء راح تطلع من اللعب وما تادي ادائك. ما شاء الله، يعني انا اللعبه ما لعبتها ولا مره، لكن اذا بتعلمها راح اتعلمها منك، لانك انت قاعد تتكلم عن جانب العقل، وانا احب ان يوم اكون العب استخدم عقلي اكثر مما استخدم مجهودي في اي لعبه، كثر ما الناس لعبتها. بس الان بديت تشوقنا سليمان، خلينا نتكلم عن اخر بطوله لك، وشنو القصه؟ قلت لك كان في لها قصه انك كنت رايح متجه فيها اللي هي بشهر 4 الاخيره، متجه لبطوله معينه وتغير المشاركه تغيرت. خلينا نتكلم عن هذه البطوله، اخر انجازاتك اللي صارت في كانت او اخر بطوله عفوا. كانت بطوله ند الشبه في دبي. نعم. كانت بطوله جميله. نعم. مكان الملعب كان وايد حلو، مكان جميل، ورحنا انا واللي معاي اللي يلعب وياي، فزنا اول مباراه، فزنا ثاني مباراه، ادينا اداء وايد زين الحمد لله. كانت بطوله جميله، ادينا اداء وايد زين، وكان في معانا لاعبين ثانيين كويتيين. نعم. بس احنا اللي فزنا البطوله وهم كانوا يحضرك سليمان الجناسي اللي كانت مشاركه، يعني اللاعبين من اي دول؟ كان في عددهم، هل كان قليل؟ كان عدد كبير شوي؟ كان البطوله تبلش من دور 16. نعم. 16 فريق. نعم. في جنسيات تصير مفتوحة، بس كانوا اللاعبين اللي داشين البطولة. نعم. من الكويت. نعم. أو الإمارات. نعم. أو البحرين. نعم. يعني ثلاث دول خليجية تنافسوا، وهذيل الثلاث دول خليجية ما هم سهلين، الإمارات والبحرين والكويت، كل هذه الأسماء أو الدول اللي ذكرهم بما فيهم الكويت فيهم أبطال، ويعني تنافس محلي، فلذلك أكيد راح نشوف. خلينا نشوف أبرز الإنجازات في سنة 2024 بالنسبة لك في لعبة البادل، شنو كانت؟ كانت اول شيء بطوله اولا بادل في البحرين، لان وهذه بالنسبه لي افضل بطوله، يمكن لان كانت مع الفئه المفتوحه العمريه. نعم. والثانيه هي هذه بطوله ند الشبه في دبي. نعم. حققت فيها هم المركز الاول الحمد لله. نعم. كان ادائنا وايد زين بالبطوله. طبعا ما شاء الله، اكيد يعني ما شاء الله بهذا العمر يبقى عندك اهداف، خلينا نتكلم عن اهدافك او طموحك بهذه اللعبه فيما هو قادم. طموحي ان شاء الله ان اكون افضل لاعب او من افضل لاعبين العالم. نعم. وان امثل دولتي الكويت. نعم. بالخارج بالداخل. اخيرا يعني سليمان، ما شاء الله الحوار واللقاء معك شيء، قالوا لي شوي مرتبك. لا انا ما اشوف مرتبك، البطل دائما ما يكون مرتبك. لكن قبل لا نختم، شنو حاب توجه كلمه او نصيحه للشباب اللي بنفس عمرك؟ في ناس وايد يمكن ما جرب حظه في انه يعني يلعب حتى رياضه. مو شرط تكون رياضة. نعم. لازم يتبعون أهدافهم. مو شرط تكون رياضة، مثلاً واحد يكون. نعم. زين مثلاً بالفن مثلاً. نعم. مثلاً الرسم. نعم. أشياء وايد، مو شرط تكون بالرياضة، لازم يتبعون أهدافهم. نعم. ويوصلون ويحققون الأهداف اللي هم حاطينها. إذن وضع الأهداف وأيضاً تحقيقها، هذا اللي وجه رسالته يمكن سليمان للشباب، وكلام جميل فعلاً. قد لا تكون لاعب، ولكن من الضرورة أن يكون لك أهداف من أجل شغل وقت فراغك في شيء مفيد. أخيراً دائماً إلا ويكون هناك داعمين، ناس حاب تشكرهم، حاب تشكر منه قبل أن نختم؟ حاب أشكر أول شيء أهلي. نعم. اهتموا وواثقين فيني الحمد لله أن أقدر أدرس وبنفس الوقت ألعب وأتمرن. نعم. وحاب أشكر مدربيني اللي قاعد يثقون فيني هم ويدربوني ويطوروني. وهذه الناس القريبة مني هم أكثر ناس أنا أشكرهم. قبل لا أختم، أنا بسألك، منو اللي أكثر داعم لك، والدك ولا والدتك ولا الاثنين؟ الاثنين، بس كل واحد من جهة غير. نعم. من أمي دراسة. نعم. ذكرني بالدراسة مع اللعب. ممتاز. أبوي لا، أشياء مثلاً باللعب، لأنه كان هو المفروض يكون لاعب كرة قدم، بس. نعم. ما صارت وياه، فيعطيني الأشياء اللي كانت تصير وياه غلط وهو. نعم. سواها. نعم.
فعشان أنا أتعلم منها. رياضي الوالد نمسي عليه بالخير في برنامج سيد رياضة ونقول له يعطيك العافية بأنك طلعت لنا هذا البطل، وكذلك والدة سليمان نقول له يعطيك العافية بأنك أيضا حريصة على أنه يكون متفوق في دراسة وما منعتي من ممارسة رياضة. سليمان كل الشكر لك، على أمل لقاء فيك وأنت محمل بالذهب بألقاب عالمية. أعزائنا المشاهدين ومستمرين معاكم في برنامج سيد رياضة، وخلينا نشوف لوكيشن دائما ما يتحفونا في الأماكن الجميلة اللي يودونا لها في برنامج سيد رياضة. مرحبا فيكم أعزائي المشاهدي الاستديو التحليلي لدورة الألعاب الخليجية والمقامة في دولة الإمارات. اليوم نتواجد معاكم في مطار الكويت لاستقبال منتخب الكويتي لكرة الريش الطائرة. أعزائي المشاهدين تابعونا في هذه التغطية. فخورين اليوم في إنجاز تاريخي لمنتخب الكويتي ريش الطائرة في البطولة الخليجية، وفي انتظار الأبطال فوز في عندنا ميدالية ذهبية وعندنا فوز في ميداليتين برونزيتين. احنا اليوم فخورين في هذه الانجازات اللي قاموا فيها اخواننا اللاعبين في دولة الامارات المتحدة، وهذا انجاز اليوم غير مسبوق على ان احنا حصلنا على الميدالية الذهبية، وان شاء الله الى الامام راح تكون في انجازات اكثر مع نادي الكويت لريشة الطائرة. الحمد لله البطولة كانت حيل زينة وحققت ميداليتين برونزيتين في الزوج المختلط والزوجي العادي. كابتن راح تشارك ان شاء الله في بطولات تستعد؟ ان شاء الله حشارك في بطولات جاية باذن الله. الحمد لله تونا راجعين من البطولة الخليجية في دبي، واللهم لك الحمد والشكر حصلنا على ميداليات الذهبية في الزوجي السيدات زينب الشطي وفاطمة، والحمد لله أيضا حصلنا على 3 برونزيات في الميكس دبل الزوجي المختلط، حصل عليها عبد العزيز الرشيدي وبندر كذلك، والحمد لله توفقنا، وإن شاء الله بالآيات إن شاء الله نوعدكم إنجاز أحسن وأحسن إن شاء الله. اللهم لك الحمد، فزت بميداليتين، ميدالية ذهبية في زوجي السيدات والميدالية الثانية بزوجي المختلط تحت 19 سنة في البطولة المقامة في الإمارات. بالبداية هي بطولة وايد حلوة، واللهم لك الحمد على هذا الإنجاز، وأكيد أحب أشكر اللجنة الأولمبية وكل الاتحاد على كل الشكر على كل التعب اللي قدموا لنا إياه، ولولاهم ما راح نوصل هالمكان، وأشكر أهلي أكيد وأقدم لهم هالميداليتين حقهم، مشكورين على جهودكم معنا، وأكيد رفعنا رأس الكويت وإن شاء الله القادم أجمل. طبعا حققت انا الميداليه البرونزيه بزوجي الشباب تحت 19 سنه، والحمد لله انا فخور بهالانجاز واهدي هالانجاز حق مدربيني واهلي اللي يدعموني. الى هنا نصل معكم اعزائي المشاهدين الى ختام تغطيتنا لهذا اليوم، نتمنى تكون حازت على رضاكم، ونشوفكم في تغطيات قادمه وفي امان الله. عودة لكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام بعد ما شاهدنا معكم هذا التقرير لفقرة لوكيشن، وألف ألف مبروك لأبطالنا أبطال الريشة للكرة الطائرة هذا الإنجاز الميدالية الذهبية في بطولة دبي الخليجية في الإمارات العربية المتحدة، وهذا الإنجاز نقول لهم ألف مبروك ومن الأعلى إن شاء الله في قادم الأيام وبطولات أخرى. ننتقل معكم الآن إلى فقرة كرة القدم. أقيمت يوم الأمس مساء السبت منافسات الدوري المحلي لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024. بدأت المواجهة الأولى ما بين فريق العربي ضد فريق الفحيحيل تحديدا في الساعة 5:30 مساء على أرضية ملعب عبد الله الخليفة، حيث تقدم العربي على الفحيحيل بهدفين مقابل لا شيء. وأقيمت المواجهة الثانية ما بين فريق الكويت ضد فريق القادسية تحديدا في الساعة 8:15 مساء على أرضية استاد جابر الدولي، حيث انتصر الكويت على القادسية بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الدوري المحلي لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024.
عودة لكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، بعد ما شاهدنا معكم هذا التقرير لكرة القدم، ويسرنا أن نرحب ضيفنا محلل قناة ثالثة الرياضية الكابتن محمد راشد الفضلي. حياك الله كابتن، الساعة المباركة. ساعتك أبرك أبو بندر، مسي عليك ومسي على السادة المشاهدين على برنامج استوديو رياضة. حياك الله كابتن. خلينا نتكلم عن مباراة يوم الأمس اللي في منافسات السبت في الدوري المحلي لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي، والحديث عن مجريات الدوري بشكل عام. نتكلم بداية بعد انقضاء هذه الجولات كابتن، خلينا نتكلم عن الدوري بشكل عام، شلون شايف الدوري؟ شوف الدوري صراحة الموسم هذا من أفضل الدوريات، لكن اللي يعيب على الدوري هو كثرة التوقفات. يعني يمكن احنا رجعنا للجولة بالأمس بعد إيقاف 20 يوم من خلال شارك المنتخب الأولمبي في بطولة كأس آسيا. فالدوري السنة هذه بشكل عام دوري مميز، فيه منافسة كبيرة بين ثلاث فرق، لكن الإيقافات الكثيرة هي اللي قاعد تنزل مستوى الفرق، خاصة يعني لما توقف شهر ترجع تلعب مباراة. ما تشوف أنه في خلينا نقول راحة للفرق وإعادة بعض الصفوف؟ لا هو شوف هو يعني في جانبين، إيه سلاح ذو حدين، جانب إيجابي جانب سلبي. طبعا جانب الإيجابي اللي هو الفرق اللي عندها عدد كبير من الإصابات واللاعبين اللي مو جاهزين ممكن تجهزهم في الفترة هذه، لكن في فريق يكون في رتم تصاعد عالي وانت تجي توقف الدوري فينزل الرتم عنده. خلينا نتكلم عن المواجهه الاولى التي قيمت بالامس ما بين النادي العربي والفحيل عند الساعه 5:30 مساء عرضيه ملعب عبد الله خليفه، حيث تقدم العربي على الفحيل بهدفين مقابل لا شيء. رايك بهذه المواجهه ورايك بالعربي كابتن، خصوصا من العربي هو المطارد الابرز حاليا النادي الكويتي؟ طبعا شوف المباراه اول شيء مبارك لنادي العربي، اللاعبين جماهير جهاز فني واداري، ونقول هارد لك الاخوان في نادي فهيل لاعبين وجهاز فني واداري. طبعا المباراه كانت يعني دائما فهيل ما عند يعني سبق ان ذكرنا الانديه فهيل والنصر والسلميه ما في الرغبه الحقيقيه لتحقيق اللقب، فهم مستبعدين، ما في دافع الا انك تحقق مركز الرابع، انك تشارك في بطوله كاس السوبر. فحيل امس يعني قدم ترى مستوى متواضع، يعني حتى تصريح مدربه فراس الخطيب قال ما قدمنا المستوى الفني. اعتقد ان اصابه فيتور المهاجم اثرت من ناحيه كبيره في عطاء الفريق من الناحيه الهجوميه. العربي يمكن قدم مباراه نسبيا مميزه، خاصه يعني اخر مباراه قدمها مع نادي القادسيه وكان هو الطرف الافضل في ذيك المباراه. العربي قدم مباراة مميزة استحق الفوز، وهو المنافس المباشر لنادي الكويت بعد خسارة نادي القادسية للأسف يعني أمس. فالعربي هو المنافس الحقيقي لنادي الكويت، وخاصة الجولة القادمة راح يواجه نادي الكويت على مباراة الصدارة. نعم نادي العربي راح تكون مباراة خلينا نقول فيها منافسة على الصدارة. شوف هي يا أن تكون عودة الصدارة لنادي العربي أو ابتعاد نادي الكويت 6 نقاط عن أقرب منافسينه. فمباراة القادمة خاصة لنادي العربي اعتقد ان الجهاز الفني بقياده كابتن ناصر الشطي هو مدرب جديد على الفريق، هذه ثاني مباراه يخوضها مع نادي العربي، فعنده علم ان المباراه لا تقبل قسمه على الاثنين، واعتقد ان نادي العربي راح يكون جاهز لهذه المواجهه. وقياسا على مستوى النادي العربي بالامس كابتن، تشوف النادي العربي عنده قدره منافسه نادي الكويت الاكثر استقرار فني، الاكثر استقرار نفسي، الاكثر استقرار اداري؟ الفريق ما شاء الله يعني تصاعديا قاعد يصعد بشكل جميل جدا نحو اللقب. شوف العربي امس اللي عجبني في العربي امس عوده المصابين، يعني مثل ما قلنا احنا فيها سلاح ذو حدين الايقاف الشيء الايجابي. العربي امس استعاد لاعبين المصابين، خاصه الكابتن منتخب واحد اهم لاعبين في الكره الكويتيه سلطان العنزي وعودته للفريق وربط الخطوط بين الهجوم والدفاع، وكذلك عودة سيف الحشان. وأنا قاعد أشوف أن المستوى نادي العربي فيه تطور مع كابتن ناصر من ناحية التنظيم الدفاعي، ما قام يستقبل أهداف بشكل عشوائي أو مكرر، لكن عنده مشكلة في الجانب التهديفي، إضاعة الفرص الكثيرة خاصة من محترف إيوالا وخابة وأيمن الصفاقسي. لابد أن يحسن الجانب الهجومي بشكل أكبر واستغلال الفرص. جميل. مدرب نادي الفحيل أمس شهدنا، خلينا نتكلم عن مباراة بالأمس، فراس الخطيب بصمة فراس صارت واضحة للفريق، صارت أكثر خلينا نقول دراية بالنسبة للاعبين التعامل معاه، شلون شايف فراس والفحيل؟ شوفوا هو أمس يعني أنا قرأت حتى تصريح للمدير مدير الفريق وليس مدرب الفريق كابتن خالد عبد الغدوس، قال أنا إحنا دائما نعاني شلون نحضر لاعبيننا في 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 المباريات هذه. نعاني لتحضير المباريات لأن الإيقاف وترجع وتلعب فأنت عارف أن اللاعب باستمراريته هو اللي يتألق مو بالإيقاف. فأمس تصريح فراس الخطيب قال إحنا ما قدمنا المستوى الفني، لكن كشكل عام
انا يعني انا كاحد المشجعين للكره الكويتيه وخاصه لنادي فيحيل، انا محب لنادي فيحيل وغريب جدا شفت الاداء والانطباع الهجومي اللي بفراس خطيب يعني ترخص وضحت مع الفريق، وخاصه يعني قاعد يقدم مستويات. ممكن امس يعني اضاع فرص محققه احمد الرياحي وتالق سليمان عبد الغفور، فمبين فيحيل. وانتم ابرز لاعبين بالنسبه للنادي العربي او حتى بالنسبه لنادي فيحيل؟ فيحيل امس شفنا احمد الرياحي قدم مستوى مميز، لاعب نادي القادسيه السابق، وشفنا فواز الدوسري حارس المرمى يعني بعد انقطاع طويل قدم مباراه كبيره، شفنا اللاعبين العربي ما شاء الله ايمن صفاقسي قاعد يرجع لمستواه، ايواله كذلك، حمزه خابه، ففي عناصر مميزه في نادي العربي كثيره جدا. والعربي حسابيا قادر على خطف اللقب؟ حسابيا هو الحين فارق 3 نقاط عن نادي الكويت، وراح يلعب المباراه القادمه امام نادي الكويت، فالامر متروك بايد نادي العربي بلاعبينه بجهاز فني واداري، اذا هو يبي ينافس على بطوله الدوري يحقق الفوز على نادي الكويت. ترى جميل لما يكون مصيرك بيدك، ما تنطل مصيرك مع الاخرين. هذا عكس نادي القادسية، القادسية الان مصيره مو بيدك. والقادسية اصبح بعيد كل البعد الحين. نعم. يعني حسابيا لا زال في امل، لكن على ارض الواقع يعني فيها امور صعوبة نوعا ما. صعوبة جدا لان الامر مو بيده. الامر يعتمد على نتائج الفرق الاخرى. هذا امر صعب جدا. ايضا خلينا نتكلم ايضا عن نادي الكويت واللي حافظ على الصدارة بعد انتصاره على القادسية بنتيجة 2-0. تعليقك على هذه المواجهة وهذا الانتصار، يعني شفنا يعني ما شاء الله نادي الكويت استطاع ان يخسر القادسية باثنين مقابل 20. اول شيء نبارك لنادي الكويت الجهاز الفني والاداري ولاعبين وجماهير، ونقول هارد لك كبيره للاعبين نادي القادسيه والجهاز الفني والاداري والجماهير. طبعا امس نادي الكويت صراحه للامانه قدم احد افضل مبارياته هذا الموسم، يعني سيطره تامه على مجريات المباراه، ضغط عالي، رغبه، حماس، روح، اصرار، تسجيل الاهداف، اضاعه الفرص. امس الكويت يعني كان ممكن يحقق نتيجه كبيره وتاريخيه تكون في 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 حق نادي القادسيه. الفريق نادي الكويت استحق الفوز، استحق الاداء المميز اللي قدمه اللاعبين، وايضا انا يعني لا بد اني اشيد في مدرب الفريق كابتن نبيل معلول، عرف مكامن القوه مكامن الضعف لنادي القادسيه واشتغل عليها، واضح تحضير اللاعبين نفسيا وذهنيا لهذه المباراه. اعتقد ان الكويت استحق الفوز عن جدار واستحق. مبارك اكيد الكويت، نقول هارد لك ايضا نادي القادسيه. نقدر نتكلم كابتن، خلينا نقول ان الكويت صعبه اذا صعد الصداره انه ينزل ثاني مره، يعني حسب اللي شفناه بالسنوات اللي طافت كلها من يعني يعتلي القمه نادي الكويت صعب النزول منها يعني. صحيح صحيح، الكويت من الفرق اللي من الصعب يفرط في صدارته، لكن قلت لك انا العربي ايضا خصم قوي لنادي الكويت وفاز عليه في جوله، القسم الاول فاز العربي والقسم الثاني فاز الكويت. شوف دائما القادسيه، احنا نتكلم عن القادسيه بشكل عام، القادسيه لن يستطيع تحقيق الدوري اذا لم يفوز على منافسين المباشرين. يعني نادي الكويت واجهه في هذا الموسم 3 مواجهات في الدوري، تعادل لعبتين وخساره. فمن الصعب انك تبي تحقق لقب الدوري. العربي ممكن يحقق لانه واجه الكويت وانتصر على الكويت. فالكويت مشكلته ما شاء الله يملك لاعبين على مستوى عالي محليين وايضا محترفين، ويملك مدرب عالمي كابتن نبيل معلول. اكيد يمكن حتى تكون بطل لابد ان تفوز على الجميع، لابد ما تستثني احد. لابد يعني انت تقدر، يعني الحين نفترض الهلال، لانك انت مشجع هلالي وتحب الهلال، هل الهلال يستطيع تحقيق لقب الدوري اذا ما فاز على منافسين المباشرين؟ لابد ان يفوز. فالقادسيه ما قاعد يفوز على نادي العربي ولا قاعد يفوز على نادي الكويت، لهم المنافسين على اللقب. انت اذا ما تحقق انتصار وتقفز خطوه للامام بفوزك على نادي العربي ولا نادي الكويت ما راح تحقق اللقب. فطبيعي نادي القادسيه يعني تراجع كبير، يعني 7 نقاط فارق كبير. كمستوى شلون شايف نادي القادسيه امس مستواه؟ يعني هل مستوى نادي القادسيه مرضي بالنسبه للجماهير؟ هل نادي القادسيه قاعد يؤدي مباريات مثلا خلينا نقول كره القدم خساره كابتن، فيها فوز وخساره، احيانا تخسر لكن تقدم مستوى. هل نادي القادسيه امس قدم مستوى وخسر ام لا ما كان فيه حتى يمكن مستوى يشفع له بهذه اللعبه؟ للاسف انه لم يقدم المستوى، هو خسر مباراه لكن لم يقدم المستوى. يعني شاهدنا المباراه من اول دقيقه حسيت ان الفريق راح يخسر، يعني لا توجد الرغبه لدى اللاعبين، لا توجد الحماس لدى اللاعبين، لا يوجد الاصرار لدى اللاعبين، وكان المباراه لا تعنيهم. فما مستحيل انت تقدم مباراه سيئه بجميع النواحي وتبي تحقق نتيجه ايجابيه، فصعب جدا. صعب جدا. اذا نقول الصداره حاليا خلينا نقول التنافس الاكبر ما بين النادي العربي ونادي الكويت، وهذه راح نشاهد الجوله القادمه. الجوله القادمه جوله تكسير العظم على قولتهم بين الكويت والعربي.
نتمنى ان شاء الله نشوف مباراه تليق باسم الفريقين ونشوف ايضا اثاره وعلى هذا التنافس باذن الله. خلينا نتكلم عن ابرز اللاعبين في الدوري بشكل عام، من المدرب اللي تشوفه في 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 الدوري كمدرب اسمه لمع، يعني تقول هذا وضع بصمه وحتى انعكس على اللاعبين داخل ارضيه الملعب؟ اكيد طبعا كابتن فراس الخطيب اللي شفناه قاعد يقدم مستوى مميز مع نادي فيحيل، وكذلك كابتن نبيل معلول للامانه وعودته للصداره والانتصارات اللي قاعد يحققها على الفرق الكبيره، قاعد يعني بعد خسارته للامانه بكاس سمو الامير الكويت منافس شرس على لقب الدوري، ومن الصعب انه يتخلى عن لقب الدوري. يتخلى عن النصر صحيح. ايضا تقام مساء اليوم المواجهه المرتقبه ما بين فريق النصر ضد فريق السالميه، خلينا نتكلم عن الفريقين واستعداداتهم خصوصا مثل ما ذكرت كابتن بعد التوقف، يعني ال20 يوم هذه بطوله التي لعب فيها منتخبنا الاولمبي والعوده بعدها ذلك. بس من فارغ ان توقف الدوري حق لاعبين المنتخب الاولمبي، امس لم يشارك ولا لاعب من اللاعبين المنتخب الاولمبي، هذه علامه فارقه جدا يعني في كره القدم. انا كنت بسالك اياها في البدايه كابتن، ليش احنا نوقف وهم اساسا مو اساسيين كلهم؟ مو اساسيين، هذه يعني سياسه الاتحاد، لابد انه كان المفروض يعالج الوضع هذا. يعني الايقاف اتى لمشاركه المنتخب الاولمبي لكن ولا لاعب شارك امس، ولا لاعب من القائمه ككل شارك مع قصدك في مباراه القادسيه والكويت؟ القادسيه والكويت والعربي وفهيل ايضا، حتى ولا العربي لعب. العربي يملك لاعبين. اذا ليش تم ايقاف الدوري؟ للمشاركه المنتخب الاولمبي وهم ما يشاركون بالاساس مع فرق الفريق الاول. طبعا مباراه السالميه والنصر اعتقد ان مباراه يعني تحصيل حاصل، دائما تحصيل حاصل، لكن السالميه يمكن يبي يستفيد من هذه المباراه لان عنده بطولة مهمة في نهائي كأس سيدي صاحب السمو، فأعتقد أن نادي السالمية ممكن يكون أقرب إلى الفوز تجهيزا لهذه المباراة كأنها مباراة نهائية. توقعاتك للمواجهة؟ أتوقع السالمية، النصر يمر في حالة سيئة ويمر في حالة يعني أيضا عنده مشاكل على مستوى الماديات للمحترفين واللاعبين بسبب مشاكل مع اللجنة المؤقتة واللجنة الانتقالية، فأتوقع السالمية يفوز. زي هاد توقعاتك الدوري المحلي قبل اختم معك الدوري الانجليزي، الناس كلها الانظار كلها متوجهه هناك حاليا، اليوم في لعبه الساعه 4 العصر ما بين توتنهام و ارسنال او على ارض توتنهام، وين شايف المباراه وين تروح؟ يعني توقعات توتنهام المطارد على المركز الرابع ولا ارسنال الذي يحلم باللقب؟ شوف الارسنال ما عنده شيء خسره للامانه، هو خرج من بطوله دوري ابطال اوروبا وهذه مباراه تعني له شيء الكبير، وتوتنهام ايضا يحلم انه يدخل في التوب فور، فاعتقد ان المباراه صعبه جدا، لكن انا اتوقع ان الدوري الانجليزي من الصعب يفرط فيه ارسنال مانشستر سيتي. هو السيتي خاصين منه، لكن مواجهه اليوم توقعاتك قبل ان اختم؟ اتوقع الارسنال. الارسنال الارسنال. محلل الرياضي قناه الثالثه محمد الفضلي، كل الشكر يا حبيبي، يعطيك العافيه. شكرا لكم انتم ايضا مشاهدينا الكرام، احنا خلصنا حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم ان شاء الله غدا يوم الاثنين والزملاء، الى ذلك الحين دمتم بود.